وهذه القضية هي قضية التبني سمن أني عذر من اشتغل سورخ النبي صلى الله عليه وسلم ذي المواقف ذي سخياقا إذا أرد قضية التبني هذه القضية أو هذه المسألة ربما تركت غبشا أو تشويشا في أذهان البعض منا ولأنني لم أستوفيها حقها ولم أوفيها حقها في البسط ولأنها مسألة من الأهمية بما كان أردت أن أفردها اليوم إن شاء الله تعالى بخطبة مستقلة أجلي فيها ما ينبغي تجليته حتى لا يلتبس الأمر علينا وحتى لا نأخذ الأمور على غير مأخذها ولا نحمل الأمور على غير محملها لذلك أيها الأحباب أحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن التبني أحدثكم عن التبني كيف كان وكيف حرمه الإسلام وهل كل تبني حرام وما هي الطريقة التي اتخذها الله عز وجل لهدم هذه الأباطيل هذا كله وغيره سنعرفه إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة فالله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الأحبة في الله أحدثكم عن التبني فما هو التبني أمق عن التبني التبني هو اتخاذ شخص ولد غيره ابنا له إجنى ذيك سميس مدن أثيك ذميس فينسب الإنسان إلى نفسه من ليس ولدا له لا هو من صلبه ولا ولدته زوجته فينسبه إلى نفسه ويعطيه اسمه ولقبه ويصبح واحدا من أفراد العائلة ذو مقام التبني تبني نجنا ديك سيشن نجن شو حنجان غشن حنجات واجبو ذميس وهي تجيه مغا الناس وغاسي خريق ذي تده الناس يعني وهي تجيه مغا الناس لم يولد من زوجته ولا على فراشه وليس من صلبه ولم يسقى بمائه كما يقول الفقهاء أذيس ذيك سنتظر باراني أو ذميس فاميليا ولكن فاميليا نواي جنز المحارم فأثيك ذميس المهم الجنوات جيبوا ذميس يكد ذميس يكشاس اسم الناس يكد الحل المدنية ذميس أثبت له الحقوق كلها غثي واث إلى آخره أثبت له جميع الحقوق التي تثبت للأبناء ذو هذا التبني هذا التبني أيها الأحباب هذا الأمر ليس بدعا من القول وليس أمرا مستحدثا استحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده وإنما كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف العرب كذلك ذي الجاهلية أنه نيخس شن يجن تعش قصد شن يجن غاس تحنجيرين وها يخس حنجيا نيخس شن يجن يعجبس شو حنجاز كيني دنيوسين دين حبس تغين ذي رحاب المهم يعجبس شن يجن السني إلى آخره يكسهير يقارس نتفغى غذقبيج يقارس فلان ابني يرثني وأرثه فران قد تخدمي ستساونت قانس فران مثل فران هذا يواثث واثغ مري الزارية واثغ مري الزاغس هذا يواث وتثبت له كل الحقوق والمسألة الثانية تغطغ الرومان وتغطغ كثير من الأمم ولكن هل من حق الإنسان أن يتبنى من يشاء ويدخل إلى أسرته من يشاء فيجعله كالابن المولود له ويدعو إليه الناس ويجعل له حظا من الميراث كما للأولاد لا أيها الأحباب يمدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام جاء الإسلام ليرد الأمور إلى نصابها وأعلنها واضحة استنزل رب سبحانه وتعالى آيات تضبط الأمور لأن نشي انت مسرين واجب انت رد ممشي حرم صدار بالزنا
لان يتاويد يجو حنجات يجو حنجات غير شرعي فتختلط به الانساب. ما مشي حرم الدين النغ بنادم هذه حرم ميسني غادي ينكميس. ما مشي حرم بنادم مشي حرم الدين النغ 500 كذلك يحرم خاص هذه ينسب شن يجن ويجيبو ذميس هذه ذميس. فقال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. آيات قطعية نص كم ممشقا أصوليون دي المسألة يتنيتا صافي رب سبحانه وتعالى الناس نسبد ورعني تشغزت ممش سيدار بويقب ابن المهنين مورا وندي الجوف النس عما سديري تمغاهن ابن ذمة يحسب ذي مس عما سديري مسمد دمي بقرب سبحانه وتعالى حتى يضرب سبحانه وتعالى إن ذلكم قولكم بأفواهكم سمقا ذلك قولكم بأفواهكم يعني ذر هاد مباتر وها ذر هاد قموم وها ليس له حقيقة لا في الواقع والعقل وليس له حقيقة في الشرع لأن القول كما ينص على ذلك أهل العلم القول يكون إما عن عقل وإما عن شرع فإن انتفت عنه ركائز وثوابت العقل وانتفت عنه الشرعية فأصبح قولا لا حقيقة له إجن حشتي إما تيري ذي إجن موار قارس الشين دور عقري دور يعني يقبله العقل ويصدقه العقل العقل السليم العقل الراجح العقل الذكي العقل الفطن خمي غاهي من ذلك قرش واهم سرش تثاني ده مقبول عقلا ما روح جي عقلا يخستيري شرعا غانشان دليل شرعي يتمرى نغنغي نهاية نغنغي تنظمى نغنغي إلى آخره. المسألة يتاني أن الإنسان دي ومس مدنا ديك دي الحالة المدنية ده سيوكش اسم النس أسيوكش تكنيه النس وش تاني تا سرع قرر يقبريت من أذن انت يجيتي دي يجنغني تجيتي دي يشتنغني نغد جيتي هذا ستيني قذمين غدا سيني قذمين غدي يجي عقر واتي قبر شاع بنادم واتي ريبو بنادم غاس تنين مباباس تنين نماس ايج مباباس ايج نماس. فكذلك كما انه لا يقبل ان يكون للانسان قلبين في جوفه لا يقبل لا عقلا ولا شرعا ان يكون لابن ابوان أو أن يكون ابن ولد من صلب آخر فينسب لآخر بقرب سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم أي ولم يجعل الله من ادعيت أنه ابنك وهو ابن غيرك ابنك بدعواك. عماس خمي غيني غقاوين دمي غادي تكش غي سمينو الى غادي يري دمي واش ليس تسرن دي سيدا منينو واش يطض شان الحنان شان الهرمونات شان المسرايين زيت مغادينو واش القضيه اتذور صافي ذوني انت ان ادعيت ذلك. لا ايها الاحباب لذلك لا يجوز هذا تزوير للحقائق هذا زور. لذلك لا يجوز للناس أن يغيروا الحقائق. فالذي ليس ابنا ليس ابنا والابن ابن نهار تدور غريبة تدور غريبة ابن نهار اختلطت الأمور يدور بنادم يتحي تاويد مسمدني قلمي بينما تفضل مضني وكش صار بها والناس قرص خوم حرمك كنيو نشك واجي غذبهم كنيو واجي مطاوينو بأي دليل وبأي برهان من حرمك كنو ويزمانا دي حرم فارض ويزمانا في كس دمينش اذي يجيد ربي سبحانه وتعالى عقلا وفطرة وشرعا دمين اغذي يجي اذا سغل سيني غلا واني واجبو ذمي واني واذي وارط وارط. هل هذا يحق وهل هذا يليق لا شرعا ولا عقلا
ولا حسا ولا فطرة لا لا يليق. لذلك احتج العلماء من غير قرش ومن غير حار من شنميس قواجي الناس قش حار مخشوش هذه والشام هذه لا هذه العلماء وذا شي قناة ذيك الكفارة هذيك الكفارة لأنه ما مشي أمشنو إن غير حرم لأن حرم على نفسه شيئا أحله الله له وحرم على نفسه شيئا من الطيبات العلماء إن غير قارش مر ابن ذم يحرم خيخ في السجن الماكلة حلال يخسدي قل كفارة وحرك على ذي حرم ميس نغذي حرم يجي سقنش نور ثنين حرم قنيو إيوا حرم إيوا نده جمع. لا أيها الأحباب ما يليق هذا. أيها الأحبة في الله قد يقول قائل أذين شني الجن هو مين دايس يودي الجن يجي الدميس يودي الجن يجي تيجيس ديس شن المشكل وديش المشكل وهي دايس ديس مشاكل إذايس لأنه هذا الانتساب يترتب عليه أحكام من غير غاح نجام اسم الدنة القرمي قواجي صديث كفعدو قال إني أحكام أنت تغي ما ذر براني ذر براني أنت تغي ما ذر براني ذر براني ذم الزوار أول هذه الأحكام أنه تشغس الحق ذي واذ أنت وغاس ور حق ذي واذ أنت وغاس ور حق ذي واذ أي نعم مرة تغث على بار قغس وصية في حدود الثلث أو إن كانت أكثر وأجازها الورثة يجوز ولكن تغذمي نغذي جنغ ذي واذ نغث واثر لا يليق تصنيو ذا تريد بشي صار بثي حنجيرين وها يقرج بشي القضع غابريض خي يثمى وذا يوارثن يثمى لأن غارت حنجيرين وها قي يثمى غذا يواثن إذا حد يوم مسمي الدنة في مسا ذي سجل ذي الحل المدنية نغحت ذي نوي توضن سخارقا أقدم غارق تسديسة تاقي غاب يقوج ويجيبو ذي مواني أقد زيد ذي خارقنا رضغي أقحسو حنجان غادي ذاسو حنجان أصد حنجان فيثبت له نسبا ويثبت له اسما ويتقد مثل آخره. هذا منكر من القول وزور. أيها الأحباب يخسن تبثي خفنا يخسن يمسر من التبثي نخفنسن قثني تقان استيرات ذي الدين قثني تقان استيرات ذي الشرع قثني تقان استيرات ذي الأنسام ما يليق أحنجا ضربارني أثقق ذمي هو من بعد هل يليق ثني ومي قايم مغتو يواخمي غيو ذنتان ذي بلغ أكستو يابرفو نارا لا أكستو ياسين حشت قرطة مانجا لا أكستو يو أكستقيم واحد سديثة ده لا مرة من ويا محرم انتقيه بدعوة قد مسقد الحل المدنية. ثم بعد ذلك من ديني قال انت مسرايين نظني ما رتح نجاث والنوم يثقى بابا واش يليق كيستويا برفو نارا لا يليق كيستويا سنحش قرطة مانجا لا يليق كيستقيم ذي هدى واحد سن حرام يليق انه اتي حادان غخاسي ساس فوسن غتي ديار رغاس حرام مين سر من تخاوض نقعان يشتويا يسمى سموني يسمى سنتني يثمى سموني يثمى سنتني خاري عنتي عزيزي خاتي انت وادي لا خاري لا عنتي لا عزيزي لا خاتي لا جدي لا حنا وادي نوالو كله زور في زور وبهتان في بهتان وحرام في حرام. إما ربنا انت وغاس شنطة ونص لقى ذا يثمس وجبو ذا يثمس يثمس اني اكسويو انت من سوشو فاعي لا أكيسو يو عند ستشاندا وهذه هد لا أكيسو يو تشن حاج تقرط لا أكيس قيم انت واحد لا كذلك مرت حنجان تقول مغرقات حنجان. الأمور أيها الأحباب كثيرة والوقت لا يسع لذكرها كلها. فلذلك أيها الأحباب التبني حرام أنا تخسر